تحس بدن أرو ما كبير صحيح يا بين باتا بو خلاص ما هذا كده ترى قاعد وانا يسمى المنديرة اعتقد ان روني اكبر نعم. اكبر فرصة صحيح. فرصة اكثر شفنا الاخطاء اللي طاح فيها اللاعب السنغافوري سيب تشاب بوندي نوم يا بين باتا وليس قالين شنو عند اللاعب افرن في هذه اللعبة ديكيت نا كومبيناسيون شوف انه يحاول يودي تحت والله كان شوف ايش قلت لك انا ساحر ممتاز قلت لك انا بيودي الثمانية من تحت هذا صراحة وهذا اللي شفناه من شوي لما اخطا اللاعب افن رايس في تغريده في اللعبه الكره البرتغاليه شوف اللعبه هذه يعني هذا مثال ممكن يصير لا واضح انه واضح انه بس هو يفكر بالسيستا اللي جاي يحاول ورا السته او لا بيوديها بالزاويه الثانيه شوف نفس زاويه اللي كان يحاول يا سلام عليك حجز تذكرته وقاعد على الكرسي هذا اذا ما يعني ضف اغراض الان شوف 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 اللعبه كابتن بريبريشن باي ذا ليجن ابرين باتل ريس استرك الامر في نهايه المباراه الان روح عليه شوف الزاويه شوف زاويه الدفاع يعني يفوز يستاهل يستاهل من الارو ما تغير سنة ممبونا لروما سنة تنهى مع بابا نود سعرونا تو World Bowl Championship 2012 9 ball po to at race 11 Philippines vs Singapore Captain Battle Reyes vs Tulian Han Emperador nakabukha ng ating boksingero na si Flash Elorbe طبعا اما بتجاوز الكرات لخط الكسره حاليا احنا شايفين على الشاشه ان اللاعب فريس حقيقه اصفر بالكسره لكن يعني ما خدم شايفين الكره رقم واحد اللي هي لونها اصفر يعني في كره سوداء تعترض الطريق الان يلعب لعبه احنا نسميها البوش اوت من حق اللاعب ما بعد الكسره انه يلمس الكره او يلعب لعبه قانونيه على الكره ويكون خيال الخصم اما ان يعني ينفذ اللعبه او انه يعيد خصمه الى الطاوله واضح معنا ان اللاعب السنغافوري قرر انه هو يلعب لعبه امان على الواحد وخلينا نشوف شنو ممكن تكون نتيجة لعبة السنغافوري لو ياخذ الكرة البيضاء ما انتم شايفين ويحطها في اي موضع يناسبه على الطاولة التي تنفيذ طبعا من المعروف اللاعب الفريق اشهر اللاعبين في السنغافوري كيك شوت مثل ما احنا شايفين راح يلعب الابيض على البنت وبعدها يحاول يلمس الواحد هذه تعتبر لعبة قانونية لان بعد ما لمس الحواف الداخلية او البند او الكوشنز بعد التلامس بين الكرة البيضاء والكرة الهدف او الكيو بول والاوبجكت بول لعبة ممتازة من اللاعب فريس يعني واضح ان اللاعب السنغافوري مو مستعجل في المباراة ومو قاعد يحاول يغامر كثير وانا قريب سيتي شات باي توليا من سنغافور ابن باتل ريس بابا سابق كقليلين سير ريل كيك شات تجناتين حالة سنوكر على امل ان انت تحصل على البولن هاند حتى انك تحصل على بداية سهلة لانهاء مثل ما ذكرنا اللاعب المناسب للضربة القادمة أو الكرة رقم 2 نذكر بس أنه يجب الالتزام بالترتيب العددي للكرات من الأصغر إلى الأكبر في الحالة هذه شفنا اللاعب السنغافوري الآن يعني أسقط الكرة متجه إلى الكرة رقم 2 اللي لونها أزرق ومن ثم الكرة رقم 4 لأن الكرة رقم 3 سقطت في الكسرة اللي هي لونها وردي اللي باينة معنا في الشاشة ومن بعدها الكرة رقم 5 لونها برتقالي بعدها 6 الخضراء ومن ثم السبعة اللي لونها بني ومن ثم الثمانية ذات اللون الأسود ومن ثم وصولا إلى كي يحسب الشوط أذكر أن جميع الكرات يستخدمون أي شيء إنما هي تسمح للاعب أن ينتقل الكرة إلى أخرى وصولا إلى الكرة رقم 9 حتى أنز الشوط الأول في هذه المباراة طبعا مثل ما واضح معنا في الشاشة أسماء اللاعبين وتحتهم كلمة مكتوب ريس تو إليفن المباراة تحسب من 11 شوط الآن يعني خطأ فني من اللاعب السنغافوري يعني خطأ السنغافوري مثل ما احنا شايفين والكرة الخضراء تعيق الرؤية بالنسبة للاعب فريس يجب أن لعبة في ذاك التاريخ واليوم الحمد لله ثمار هذه الجهود تواجد اللاعبين الكويتيين في الأدوار المتقدمة نشوف إذا كان ينجح اللاعب الآن فريز فعلا يعني لعبة قانونية طبعا لكن أعطى سهلة أو فرصة سهلة للاعب السنغافوري يعني ينتهي من هذا الشوط أربع كرات متبقية أو خمس كرات عفوا متبقية الأربعة ومن ثم الخمسة اللي لونها برتقالي ومن ثم الخضراء ومن ثم الكرة البراون أو البنية ومن بعدها بلاك وانتقال للكرة اللي احنا شايفينها مخططة اصفر بابيض هذه هي الكرة رقم 9 واللي يعني بها تحسم الاشواط بها تحسم المباريات وسوف يحسم ايضا من يكون بطل العالم للناين بول في هذه النسخة للعام 2012 يعني لعب سلس للغاية
من كرة إلى أخرى. طبعا عزيز المشاهد بالنسبة لإخواننا اللي يعني ما عندهم فكرة عن لعبة البليارد، جميع التحركات اللي تشوفونها في الكرة البيضاء هي لكي يستطيع أن يتحكم وينتقل بهذه الكرة أو بالكيوبول من كرة إلى أخرى. في مثل ما احنا شايفين الان العصايه في اسفل يد، يحاول انه يلعب في اسفل الوايت هو الشاطر الابيض، يرجع الان يحاول يلعب من النص علشان يرجع في بوزيشن مثال الناين، بوزيشن اكثر من رائع للكره رقم 9. اعتقد ان الان الامور تتجه الى 1-0 لصالح اللاعب توليان هان من سنغافورة. 1-0 ان سكور مع كابيليريستا، 1-0 الان اللاعب يعتمد في معيشته فقط سنغافورة. راب نمبر 1 من هذه البطولات والمشاركات، راب نمبر 2 بوتايو توليان من البريك راح يحصل على $2000 alternate break laban nila dito. So yun po ang patakaran sa laro nito. May pumasok na bola sa break ni Tulian. اللاعب السنغافوري مثل ما احنا شايفين في الشاشه نجح في انه يسقط بعض الكرات الكسره، لكن يعني من اكبر وصولا الى الكره رقم 9 لاحراز الشوط. واحنا المباراه اليوم باديه يعني في صعوبات يواجهها اللاعب افرن، الى الان ما حصل فرصه يعني سهله لكي يعني ينهي اي شوط لصالحه، وهو في محاوله للعبات الامانه والسيفتي، لكن اللاعب السنغافوري مولينج بونغ بينجان ابن باتريس تولين ng isang isang open shot. طبعا napalakas po yung tira niya. طبعا لما قلنا جدا سهله اقصد ان في هذا المستوى الفني العالي يعني حينما تعطي نص فرصه او ربع فرصه مثل ما احنا شايفين بالشاشه تنتهي الامور. والدليل اللي احنا شفناه اعتقد ان اذا نجح في ان يعني يخلص من الثلاثه والاربعه اعتقد ان الامور يعني متجهه الى 2-0 لصالح اللاعب السنغافوري. قد يكون موضع السته او مكان السته علشان نشوف اذا كانت متاحه في باكت النص او لا. اذا كانت يعني ملتصقه تماما بطرف الباكت اعتقد ان الامور بتكون صعبه، الا اذا كان لا واضح انه واضح ان السته متاحه او الكره الخضراء متاحه في باكت النص. الامور تقريبا يعني روتينيه فيما تبقى من هذا الشوط للاعب السنغافوري. الان فقط زاويه وحيده الان يحتاجها ينتقل لبوزيشن مناسب تقريبا تذهب الى 2-0 لصالح اللاعب السنغافوري، ومهمه صعبه اخرى صراحه للساحر في الريس. لابد ان يعني يظهر الكثير. Napagagaling din pong tinatortong si Tulian mga kabalyarista. Isa po din pong isa rin po siya sa inhangan ng Singapore sa kanyang nagaling sa larong bilyar. Tulian po ng Singapore, muling muling susungkitin. Rock number 2. 2-0 na po ang score. Lamang na po ng dalawang rock ng tirador ng Singapore. ويتقدم بنتيجة في طول المباراة، وهذا الأمر طبعا راكترين بو تايو قد يمارسون هذه الدعاية الإعلامية في أن يهم الخصم بأن لا يستطيع. طبيعي لا شك أنه ليس كالسابق، هذا أمر يعني مفروغ منه، ولكنه أيضا لا يستهان به أبدا. رصيد الخبرة لا يزال موجود، ورصيد الإمكانيات والإبداع عند هذا اللاعب لا يزال متوفر وموجود. نحن في انتظار إن شاء الله أي فرصة يعني تتاح لهذا البطل الأمسية من بطولة العالم. ولا بوم بوماسوك طبعا سوء الحظ يلازم اللاعب الان في الريس حتى في الثالث توليان يعني لا ينجح في اسقاط الكره في بوست تيبل ات اوبن بول اونلي في ضربه البدايه او في الكسره. واو خطا كبير صراحه من اللاعب سينشات سينبلاي نان الحظ ينقذ مره ثانيه تيرادور من سنغافور يعني هذا سورتينا لام كو اتا ظروف اللعبه وطبيعه هذه اللعبه الصعبه كلما اخطا هذا اللاعب السنغافوري يضع اللاعب في الريس في موقف صعب مثل ما احنا شايفين. Depend bata gumamit ng rail. Wala na. Yani karna عز المشاهد ان هذا اللاعب يلقب بالساحر. Oh, may pumasok pa ng بداية الغيث للاعب في الريس. اعتقد ان يعني انصفت هذا اللاعب مرتين يكون الحظ لصالح اللاعب السنغافوري، والان ينجح في ان يسقط هذه الكره رقم 4 اللي سقطت في باكت النص. طبعا عزيزي المشاهد اكيد انه ما كان يقصد هذا احنا نسميه الفلوك او نسميه شيء بالحظ، انما هذا جزء من طبيعه اللعبه. كان هو يعني حاول انه هو يعني يلعب الكره رقم 1 على وعسى انه يحصل يعني يحصل له شيء ممتاز لان قدر يحصل شانس. والحظ راح يكون يعني موزع بين اللاعبين حسب مجريات المباراه. اخذ نصيب اللاعب السنغافوري ارتكب خطأين على التوالي يعني وقدر يفلت من هذه الاخطاء ما تعاقب. الحين الحظ يعود مره اخرى لينصف الفلبيني اف ريس ويعيده الى اجواء هذه المباراه لكي يحاول ان يقرب النتيجه ويقلصها الى 2-1 بدل ما كان المفروض ان الامور متجهه الى 3-0. طبعا مثل ما
يعني مثل ما شفنا اللاعب إفرن ريس هو اللي كسر في بداية المباراة لما كانت النتيجة 0-0 ومن بعدها كسر اللاعب السنغافوري وهكذا دواليك حتى نهاية الانكسر في الشوط الثاني هو اللي عليه الدور. واضح الآن النتيجة 2-0 إذا ما نجح اللاعب الفلبيني إفرن ريس إنه يأخذ هذا الشوط أو يربح هذا الشوط راح يكون النتيجة 2-1 فطبيعي مباشرة الكسر راح يكون عند اللاعب ريس والأمور تقريبا شبه محسومة الآن اللاعب الأسطورة إفرن ينتقل رغم كبر السن ورغم هذه السنوات وهذه يعني البطولات الكثيرة لكن اللاعب إفرن لا يزال يعني على مستوى هذه البطولة هنا يلعب هذه المباراة ولديهم أيضا بطل العالم السابق ونيركان والمصنف الأول العالمي سابقا دينيس أوكوليو والكثير والكثير من الأسماء روبرتو غوميز وهناك الكثير من اللاعبين الصاعدين أيضا من الفلبين لدينا ليفان كورتيز الحمد يعني وهذا يعني مفخرة حقيقية صراحة لنا كعرب وخليجيين 4 كويتيين نحن ثالث دولة في نسبة التمثيل والمنافسة في هذه البطولة طبعا أيضا هناك تايوان لا عفوا الكويت في ترتيبها الرابع وليس الثالث ما بعد تايوان وما بعد اليابان وما بعد الفلبين طبعا اللاعب السنغافوري يسقط البيضة مثل ما ذكرنا عز المشاهد الآن نحن شايفين أخذ الكرة بإيده اللاعب إفرن ريس ويقدر يختار أي مكان يناسبه في الطاولة ويبتدي اللعب بهذا الأسلوب السهل يعني ممكن الشيء هذا المشاهد الآن يستمتع في هذا المستوى الفني العالي في هذه البطولات العالمية تقريبا البولن هاند يعني 90% إلى 95% النشاط يعني ذهب لصالح اللاعب اللي حصل على هذا على هذه الفرصة من الأمور يحصل على بداية سهلة طبعا وهم في حالة حصول على البولن هاند انه هو ينهي يعني الشوط لصالح مثل ما احنا شايفين الان اللاعب فريس تقريبا يعني كل الامور روتينية بالنسبة له لاك الكرة رقم 8 ومن ثم يتجه الى الكرة رقم 9 يعني بها تسجل النتائج وبها يعني تحسم الاشواط اداء فني رائع جدا من اللاعب إفرن وبوزيشن مثال حقيقة للكرة رقم 8 الان ستوب شوت او يا دوب لمسه خفيفه ممتاز بوزيشن مثال ويعود مباشره عوده في يعني قويه في هذه المباراه بفرصتين متتاليتين من لاعب السنغافوري نذكر عز المشاهد في حال اخذ الان النتيجه 2-2 وتذهب الكسره مباشره لحظه يعني يطلب من الحكم إعادة صف الكرات سرق فايد نوبوتايو حسب القانون ومن ثم يقرر بان يعني ينفذ ضربه البدايه بغض النظر عن شكل المثلث بعد الطلب الاول الان اللاعب إفرن في محاوله لانه يحرز الشوط ان يعني البوش اوت اللي دائما يعني يعطي اللاعب إفرن ريس يعني يربك اللاعبين حتى المحترفين وابطال العالم لان عاده يعني تجي تشوف مثلا شنو في ممكن يكون في افكار او فرص في البوش اوت وانت شايف ان الكره ما فيها مجال ابدا تتفاجئ انه هو يعني طلع لك الفكره اساسا انت ما كنت حاسب حسابه واحد من عباقره اللعبه حقيقه فريد عصر تقريبا في لعبه البليارد الان لعب لعبه البوش اوت مثل ما ذكرنا عزيز المشاهد لا يستطيع الان لاعب سنغافوري ان يلعب لعبه البوش اوت ويطلب من الخصم الاعاده كما فعل الان لاعب سنغافوري طلب من إفرن انه يعود الى الطاوله والان مباشره يجب ان يذهب الى الكره رقم 1 لا يسمح انه يلعب البوش اوت مرتين خلينا نشوف شنو في افكار عند اللاعب الفلبيني إفرن ريس يعني محاوله ممتازه يعني مليمترات فقط كان ممكن يكون اللاعب السنغافوري في ورطه حقيقيه لكن يعني الان عنده فرصه واضح مثل ما واضح معنا بالشاشه انه الان يستطيع انه يعني يلعب اوبن شوت بورتوليان حقيقه ما ادري اذا كانت متاحه في باكت النص او لا لكن راح نشوف شنو ممكن يسوي اللاعب السنغافوري الان خطا يعني كثير من الاخطاء حقيقه متعدده يعني يبدو ان الارتباك او ان اسم اللاعب في الريز وهذا يعني حقيقه ما الومه دائما هذا اللاعب الاسطوره يعني لا يترك الخصم بانه يكون يعني مرتاح في تهديد المباراة الآن يعني خطأ فني آخر وكبير القدر أيضا اللاعب الفلبيني إفرن باتريس الفرصة ذهبية للاعب السنغافوري ابتدى يدخل في أجواء المباراة بشكل كامل وراح نبتدي نلاحظ ارتفاع في الأداء الفني يعني هذه واحدة من طبيعة الرياضة أن الخمس دقائق أو العشر دقائق الأولى في المباريات يكون يعني الضغط النفسي فيها يشوت 10 مرات ونجيب جول لازم نجيب نشوت 10 ونجيب 10 أجوال يعني الدقة ومسألة هذا فعلا ممكن تكون يعني في بدايه المباراه يعني مو في كامل الجهوزيه الفنيه وفي كامل الاداء نذكر فقط ان هذه المباراه الاولى بالنسبه لكل اللاعبين في دور ال 64
طبعا الجدول سوف يتغير بار اللي راح يلعبون في اليوم الاخير والنهائي في البطوله العالميه سنه 2012. كل هذه المباريات ويتابعون هؤلاء اللاعبين لا شك ان المتعه شيء مضمون وحاضر. ايضا هناك الكثير من الفائده الفنيه من متابعه هذه المباريات هؤلاء اللاعبين الكبار لهواة لعبه البلياردو. عندنا مواهب كبيره حقيقه في كل الدول الخليجيه وفي المحلات الوطنيه في الدول العربيه انها تهتم في رياضه البلياردو وانها تستثمر في لاعب البلياردو الالعاب الفرديه. يعني تاتي بالكثير من الانجازات بتكاليف تكاد لا تذكر على الدوله وعلى قطاعات الشباب والرياضه عندنا في الوطن العربي. النتائج التي يحرزها اللاعبين العرب كثير الحمد لله في تاريخ البطولات العالميه. الوجود العربي كان يعني دائما متواجد ودائما لنا اثر من سنوات يعني كبير نايف الجعويني من المملكه العربيه السعوديه استطاع ان يصل الى دور الثمانيه في بطوله العالم ودور الثمانيه هنا تحديدا يعني في الدوحه في السنوات الاولى قبل ان تصبح بطوله عالميه. عندنا اللاعب عمر الشاهين من الكويت وصل الى دور 16 في النسخه الماضيه من بطوله العالم ايبول. لا شك ان قدم التي يحرزها نجوم العرب في لعبه البلياردو شكلها تحفز وتحمس يعني كل هي يعني لكل الابطال العرب انهم يعني كل يعني لهم مكان في هذا المونديال العالمي وفي هذه التظاهره العالميه في لعبه البلياردو. اكثر من 50 دوله عزيز المشاهد اكثر من 50 جنسيه شوف 50 علم متواجد في الصاله عندنا و128 لاعب من 50 دوله. هذا لا شك انه يعني انجاز يضاف ايضا للاتحاد القطري للعبه البلياردو هذا الاهتمام العالمي وهذا الحرص من هذه الدول ان هي تكون متواجده. اداء ممتاز اللاعب في الريس يعود بالمباراه والان 3-2 na po ang score. Efren Bata Reyes lamang na po ng isang rock at nasa rock 6 na po tayo. عندنا مشكله فنيه في الصوت بالنسبه لزميل. المباريات المنتظره ان شاء الله راح تكون خلينا نشوف شنو ممكن يقرر اللاعب السنغافوري ليان نسى تيبل لعب يعني لعبه سيفتي امان حقيقه قرار ممتاز من اللاعب السنغافوري لا يجب ان يعني يغامر او يعني يضيف الكثير من المغامرات في ثلاث اشواط. ونذكر ان الشوط هذا كسر فيه اللاعب السنغافوري فهو يعني يعلم تماما ان بعد ما بعد هذا الشوط سوف تذهب الامور لصالح حفر الريس ففي حال انه اعطاه فرصه ممكن يذهب بالمباراه الى 4-2 ومن ثم الكسره عند اللاعب الفلبيني افري يتقدم بثلاث اشواط كامله. حقيقه قرار فني ممتاز من اللاعب السنغافوري بانه يعني يلعب لعبه امانه ولعبه سيفتي. الان يبدو انه سته كيتا بارين باون بولا اونو فعلا يعني فعلا غير متاح فعلا السته يعني تغلق الطريق تماما على اللاعب السنغافوري ويذهب الى لعبه الدفاع. نرحب مره اخرى بالزميل العزيز وليد المناع حياك الله ابو عيسى معانا الدوحه صراحه وزادنا نور تاهلكم لدور 32 انت واخوي الكابتن عمر جين ونتمنى التوفيق لاخونا بدر العوضي اللي قاعد يلعب الحين على الطاوله سته نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. الاتحاد القطري طبعا يشكر على هذه التجهيزات ونثني ايضا على نادي السد اللي منحنا الفرصه لاقامه هذه البطوله بطوله العالم في 2012. طبعا كما ذكرت اللاعب اللي قاعد يلعب الان افرن رايس واللي متقدم السنه هذه ما هي سياسه طبعا هي حرب نفسيه طبعا ابو عيسى هو اكثر من مره يسويها جدا العام تتذكر نفس الكلام صحيح لكن السنه انا اقول لك السنه توقعاتي انا ان شاء الله انه يكون في تواجد عربي لكن ارجع على توقعاتك تخوفني صراحه ابو عيسى يعني انت متوقع اثنين فلبينيين هالسنه في النهائي اثنين فلبينيين لان العام شفت المباراه النهائيه بين اكورياما صحيح المصنف الاول صحيح تحس ان روني الكانو صحيح واذا حطيت في زاويه خلاص ما عاد اقدر ادري فاعتقد ان روني اكبر نعم اكبر فرصه صحيح. فرصه اكثر شفنا الاخطاء اللي طاح فيها اللاعب السنغافوري تو لين هان تحس يعني هو كان المفروض يكون متقدم تخيل معدل خطأين في ثلاثة اشواط صحيح في الشاشة يا ريت مخرجنا ينتبه ان الكرة رقم سبعة دائما ما تطلع معنا بولين هان على اساس ان احنا فاهمين اللعبة لكن نحب نوضح للجمهور اللي قاعد يتابع اللعبة صحيح الجمهور المبتدئ يعني حتى اللاعب اللي فاهم اللعبة لو ما في اللي تحاول او ما عنده اي فكرة عنه طبيعي وعلى فكرة كابتن انت ذكرت صفة الكور او رص الكور لا تنسى ان
المثلث هذا مثلث البلاستيك. نعم. زمان كان الرصي طريقة مثلث خشبي أو مثلث صحيح. بلاستيك صحيح. فكان الحكم يعاني معاناة شديدة صحيح. واللي يعاني أكثر أيضا اللاعب ليش؟ لأن رص الكور يأثر عليه في بداية الكسرة بداية الكسرة طبيعي. يعني مش ضربة صحيح مو صحيحة لا التوزيع الكور صح ما راح يكون بشكل مثالي أو بشكل مريح صحيح. صحيح. لكن لاعب اليسار في لاعب يضرب الكرة البيضاء أو اللي يسميها القيس من الوسط من وسط الكرة رقم واحد باعتبار هنا الهيد مالت المثلث هذا الجديد الاختراع الجديد. حضرت مباريات كابتن خالد وكنت من ضمن الحكام اللي حكى المباريات صحيح. تصور ان الصفة تنتظر الكسرة ومستعجل وخمس دقائق هذا طبعا تسوي لك احنا يعني انا اذكر انه في البدايات اوف الكرة رقم ثمانية يعني لو ما يكفى كان بيموت يعني اللاعب السنغافوري واضح الابتسامة الان على وجه اللاعب السنغافوري طبعا تعادل يعني فرصة مهمة وشوط مهم يعيد اللاعب السنغافوري لأجواء هذه المباراة يعني طبعا هذه تعتبر من الحالات يعني غريبة جدا إذا كنت تستخدم هذا المثلث البلاستيكي لما قلنا احتمال كبير ذكرنا أن الأمر يصل إلى 90% لا زائد لا شك أنه يتجاوز 80 أو 90 كسرة من 100 كسرة لا شك أن هذا الكبير يا أبو عيسى لا شك أنه أضاف سهولة للعبة حتى تمشي بشكل يعني أسرع لعبة كبيرة وممتازة شفناها على الشاشة الآن يا أبو عيسى خالد أقطع سالفتك تفضل تحكم اللاعب في القيس يعني بعض اللعيبة يقول لك أخي شنو يعني أنا قابلت ناس ما يمارسون اللعبة نعم. يقول لك هي عصا ها وكورة نعم. وتعال طق أي واحد يعرف اللعب أرد عليهم أقول لهم لا أنت ما مارست اللعبة لا مو بصحيح شايفين اللاعب دائما يمسك بعصا ويضرب فيها يعني يستخدمها لضرب الكرة البيضاء أو الكيوبول كل الحركات اللي نشوفها في الكرة البيضاء هي حركات مقصودة وليست حركات يعني بالصدفة أو عفوية الأبيض يمشي وراء الكرة مرة يحط السايد اليمين أو الإنجليش ومرة يحط السايد الشمال وكل واحدة فيهم لها تأثير معين يعني في الكرة البيضاء مثل ما احنا شايفين الآن يستخدم الحواف الداخلية أو الكرة في تحكم الكرة البيضاء كابتن وليد الأمور بتصير صعبة أن أنت يعني تعمل الرناوت أو تنهي الأشواط شوف اللاعب فرن دائما يحرص في أن يكون وضعية سهلة جدا وضعية مريحة مثل ما احنا شايفين يعني منتهى السهولة في الانتقال الان شايفين الكره البيضاء كيف رجعت كابتن وليد حتى النقط الحمراء على صنع لهذه الكرات المعتمده في البطولات العالميه حصرا للنقل التلفزيوني حتى ان المشاهد يستمتع بجميع الحركات اللي احنا نتكلم عنها في الابيض سواء اذا كان فولو او دروباك او انجلش او كذا يعني حقيقه متعه للنظر طبعاً إفرن رايس عزيزي مشاهد الآن نشاهد الشوط الثامن رايس لعب السنغافوري وبالفعل يسقط الكرة واللعبة صحيحة كرتين اللي هي الكرة رقم واحد والكرة رقم ثمانية رقم ثمانية السودة مش واحد الواحد نعم في مشكلة يمكن عنده في الكرة رقم شايفين الأربعة اللي لونها وردي على البند اللي راح يحاول يجيب الأبيض في الناحية الثانية وياخذ الأربعة في نفس البكت لأن ممكن تحرك الكرة وما تلقى فرصة نعم ما تلقى فرصة سهلة على الكرة لكن أداء ممتاز حقيقة ضربة مميزة جدا من اللاعب السنغافوري يبدو أن الآن بعد سبع أشواط بدأت الأمور تستقر وبدأوا طرفين المباراة سواء اللاعب السنغافوري توم لينهان أو فريس بدأوا يستعدون لأن شفنا أخطاء كثيرة حقيقة في العشر دقائق الأولى أول ثلاثة أشواط نعم مهزوز نسبيا من اللاعبين حتى اللاعب إفرن أخطأ كرة رقم واحد تذكر بعيسى ما كانت صعبة كثير نشوف أن يعني طرفين المباراة أو اللاعبين كل اللاعبين يعني قاعد يستعدون توازنهم النفسي وبدأوا يدخلون فعلا في أجواء المباراة ان شاء الله تكون المباراة مثل ما قلنا للسادة المشاهدين تكون موجودة واضح الآن يعني أن اللاعب السنغافوري بدأ يعني يبادل الأسطورة إف ريس هذا التنافس في هذه المباراة أعتقد أن اللاعب السنغافوري يحرص على أنه ياخذ الانبيس نقوم التايم سكور ما قبل ليستا اللي كتن تلقى من لبنان تبليو بي بنكلاسين لروني لا نسعي لي بباوت سا رقمين نقو تايو سيبين باتا بونج بريك نعم أسقطنا كاد القيس كادي والله الكرة رقم ثمانية راحت يعني في البوكت الفور يعني دائما يعني متعة انك ترى هذا اللاعب في المواقف الصعبة لانه حقيقة كان دائما مبهر يعني شلون يطلع بحلول شلون يبتكر يعني العديد من الافكار يعني تتجاوز حتى حدود العبقرية يعني مبارياته دائما مشهودة هذا اللاعب الكبير والان
يلعب لعبة سيفتي. يمكن لو شفنا الضربة اللي فاتت لو أقدر أشوف مثلاً يعاد الآن شكله وهو كان داخل مثلاً على الكومبو. أنا يعني هذا اللي صار يبدو أن اللاعب السنغافوري شوف طرف الواحد لما أنا استبعد إن الزاوية اللي بينه من فاول شاب فاول هذا فاول بولن هاند اللي هو كرة بوضع اليد اللاعب اللي له الفاول شوف تقريبا يعني اذا نجح اللاعب في الريس انه يتخلص من المشاكل اللي نشعر بها يمكن عند الكره رقم 2 والله اما انه يحرك التسعه بالكره البيضاء او انه يلعب يعني بشكل ناتشرال ياخذ الاثنين في الجيب. خلينا نشوف شنو ممكن يكون فعلا حرك الكره رقم 9. هي كانت المشكله عنده في هذا الاثنين للحين عنده الاربعه والخمسه الموجودين في الطرف السفلي على اليسار الحمراء رقم 3 الحمراء اعتقد اذا خلص او يمكن يحاول اذا خلص من الثلاثه والاربعه والخمسه اعتقد ان شاء الله ان الامور سبعه اعتقد ما يعني المفروض انه يتحاشى انه يلمس الكره اليسار يلمس البند العلوي ويرجع مره ثانيه بعد السبعه والتسعه بحيث انه ياخذ الاربعه في الجيب بالضبط. يعني هذه اللعبه المفترضه يلعبها فعلا يعني لعبها اللاعب في الريس الى الامام مثل الشطرنج لما تسوي خطوه انت تفكر في على الاقل ثلاث او اربع خطوات الى الامام في الشطرنج. يعني اعتقد بحيث انه ياخذ يعني على الحين التكوين صار يعني صار مو بسهل ويمكن على الشاشه شكل الامور سهل لكن اكيد ان ممارسين لعبه هذه من اكثر الكرات الحساسه وخصوصا على هذه الطاوله الدايموند كابتن وليد مثل ما احنا شايفين يعني اخطا بفارق كبير جدا صراحه من الباكت يعني ويبدو انه ترك نفسه ان لولا كبر السن يعني لولا كبر السن كان الامور اكيد انها بتكون مختلفه ما كان بخط الخمسه يعني بهذا الفارق وبهذا الهامش الكبير. شكله والله قاعد يقول يا ليت الشباب يا ابو عيسى اشك انه من اكثر اللاعبين الناجحين في المستوى الاحترافي وعنده رقم قياسي ابو عيسى. هذا اللاعب تدري شنو الرقم القياسي في احد المواقع يحسب مدخول اللاعبين السنوي المحترفين في موسم رياضي واحد $600,000. لا زال هذا الرقم يعني عصي على الكسر ويعني كثير من اللاعبين هذا اكبر لاعب ابن باتريس سينما انتلا لا قد يكون فعلا يعني ما اعطاه يعني الوقت اللي اعتقد انها كانت مشكله تايمينج لان يعني واضح ان اللاعب السنغافوري بدا يدخل اجواء المباراه ثاني يعني كان يفترض ان تكون النتيجه 5-0 لهذا المستوى لا شك واللي راح يفوز راح يشيل ان شاء الله الرايه العربيه والرايه الكويتيه في مع 16 الكبار وان شاء الله انه يقدر يمثل العربيه موجوده ولا تزال الاخوه موجوده كل الجاليه العربيه اللي كانت متواجده في نادي السد بلا استثناء من جميع الجنسيات سواء من دول الخليج او من الدول العربيه او من مصر او من او من باقي الدول او من الاردن او من العراق الجميع يرجع اللاعب الكويتي في مبارياته صرنا نقدر ننافس الجمهور الفلبيني يا ابو عيسى ان شاء الله بننافسهم ان شاء الله. طبعا الكسره كانت مع اللاعب السنغافوري والان نشوفه كان حاول على اللاعب افرن رايس لكن الكرة واضحة الان اعتقد ان افرن رايس عنده فرصة بعيدة شوي عن البند او الحافة الداخلية هو طبعا خبير في هاللعبات اعتقد احتمال يسوي له سنوكر بس ان الكرة رقم 7 جدا ضيقته واللعبة اللي يسميها التشاينيز نعم الكاميرا على الجنب نشوف راح نلاحظ ان اللاعب كان رافع ايده او حاط العصا فوق مستوى 7 لعبة ممتازة صراحة وإن كان ترك مجال للعب سنغافور إنه قدرة على لعبات السيفتي حقيقية أبو عيسى يعني مدرسة على اللاعب فيما يخص في لعبة هنا راح تكون صعبة اللي هي الكورتين الأربعة والثمانية متلاصقين في بعض ما أدري عن مشهد زهيالي إنهم متلاصقين مع بعض أعتقد إن الأربعة متاحة في الباكت النص اللي على اليمين أبو عيسى إلا إذا يعني لازم يجيب لها بوزيشن الشاشة بحيث انه ياخذ الاربعة في الجيب الوسطي اللي كان باين معنا الشاشة في اسفل افرن رايس الان ينطلق يلعب على الكرة رقم 3 وبالفعل اللي هي 3 الحمراء والان لازم يلعب الكرة الوردية اللي باسفل الشاشة نعم لكن خلينا نشوف شنو في هذه اللعبة ممكن هو يحاول يودي تحت والله كان شوف ايش قلت لك انا ساحر ممتاز قلت لك انا بيودي تحت هذا صراحة حقيقة لعبة ممتازة من اللاعب فريز طبعا هذا اللقب مو عزيز مشاهد مو احنا اللي اعطينا اللاعب فريز هو فعلا هذا لقبه موجود على المستوى العالمي ذا ماجيشن او الساحر
مشهور عالميا بالابداعات الكبيره، وشفنا عينه من هذا الابداع في الوضعيه الصعبه اللي كانت موجوده قبل شوي. كابو عيسى كان الاربعه والثمانيه حقيقه في وضعيه صعبه. طيب الان الخمسه والسته بياخذ في نفس الزاويه، شفت شوف بياخذ الخمسه في البوكت اللي تحت وبينزل بالقيس. لا راح على بوكت النص، راح على بوكت في النص. لا يعني صاحبنا الظاهر انه يعني بيريح نفسه عنه، لان يعني الامور تصير واضحه اثناء اللعب اكثر ما هي تكون واضحه من خلف الشاشه. يعني احنا قاعد نستخدم عيوننا اللي على الطاوله، الكاميرات اللي موجوده تغطي، لا شك انها هي كافيه، لكن دائما نظره اللاعب المتواجد اثناء تاديه المباراه تكون ادق وافضل أكيد من اللي تابع يعني من خلف الشاشه. وهل ذكرت كابتن بدايه الشوط قلت كابتن خالد 6 بوينت سكور مع كابيريستا ibang klasiko. Nasarak, elebe na po tayo mga kabilista. Lamang na po ng dalawang rak sa Efron Battle Royals. دخل في الشوط وقدر انه هو يتقدم بفارق شوطين ويعطي نفسه فرصه لحتى الاباين. نعم البوش اوت دائما متاح بغض النظر عن وضعيه الكيو بول وبغض النظر عن وضعيه الاوبجكت. دائما البوش اوت متاح ما بعد الكسره، لان مرات تشوف الكره بس ما تبي تلعب عليها، يعني يطلع من افكار عند اللاعب سكانسبورتوليان. ممكن يودي للقيس عند الكور اللي تحت اللي هي الستة والثلاثة وينزل الواحد. شوف هذا خطأ. يجب أن ألسنا بو يتون سياتوليان وكابيليستا. كيوبول سفات. الآن مثل ما احنا شايفين شلون قاعد ياخذ الكرة بيده، قاعد ياخذ الكيوبول بيده أبو عيسى ويحطه في أي مكان يريحه. نصرت من بين البول تقريبا 80 إلى 90% لصالح اللاعب اللي حصل هذا البول. طبعا افرن رايس حط الكره البيضاء في وضعيه حسب ما هو مرتاح لها لاسقاط الكره رقم واحد، وبالفعل يسقطها باتجاه الكره بوزيشن جدا رائع. كره رقم اثنين اعتقد الطاوله يا كابتن. أيوة اذا ما حصل اي شيء جديد، يعني احنا قلنا ان يعني من الصعب جدا في هذا الليفل العالي ان انت تعطي بولن هاند وان انت ترجع للطاوله، يعني هذا امر يعني يحصل، ولكنه نادر. يعني كل الامور في الشوط ما في اي مشاكل نهائيا في الشوط، كل الكرات متاحه، كل الزوايا موجوده. افرن رايس تونا قلنا يعني ابو عيسى صراحه شيء غريب. شوف يعني اخطا في تقدير قدرته على التحكم بسبيد نبيل حقيقه. فانا يعني استغفر الوضعيات الصعبه، اعتقد انه راح يلعب يعني لعبه ممتازه الان، ويخلي الابيض يمر بين السبعه وبين الناين، يلمس بندين ويرجع مره ثانيه يستانف اللعب على الخمسه. حصل سكيد، يعني يمكن بانت بالاعاده شوي. اي والله يا ليت المخرج يعيد اخر اعاده بالبطيء، يا ليت نشوفها. حصل اللي احنا نسميه سكيد، يعني يخطو الكره بهذا الهامش، بس واضح بالاعاده الاخيره انه كان هناك سكيد او انزلاق. نعم انزلقت الكره، شفت جنب خفيف كان فيها. يعني والله يعني لاعب سنغافورة اقول له يعني هذا سالفه السكيد سوء حظ. يعني مرات تدخل الناس وتخسر بطولات. والله يا ابو عيسى انا اذكر ان يعني في اشواط انا خسرتها في البطوله. طبعا السكيد لا يحاسب عليه اللاعب ابدا، وهو شيء من طبيعه، هذا شيء من طبيعه اللعبه، ما تقدر تقول والله في مشكله او في خلل او في شيء لازم انت تعالجه او تصلح له، انما تحتاج يعني تتابع دائما الكرات والابيض اذا كانت يعني تكون نظيفه في حال نظيفه، يعني في حال الكرات بشكل ما. بس هو والله يلعبها اللاعبين يشوف الزوايا المناسبة له، لأن لازم يلعب الكرة رقم واحد باعتبارها موجود على الطاولة، لم تسقط في الكسرة ولم تسقط أي كرة. سقطت الكرة رقم ثمانية فقط، الكرة رقم ثمانية هي التي سقطت. الآن اللاعب السنغافوري يعني شفت أنا قلت لك كابتن وليد احنا لعبتنا لازم تشوت 10 مرات وتجيب 10 أقوال، ما في شيء بالنص. اي خطا مشكلة. اي خطا تدفع ثمنه. ما ادري الكره رقم واحد باينه، يعني حتى لو كانت باينه راح يشوف. حتى اللاعب في الرايس قاعد يلعب من تحت وعلى الجنب، صعب يكون حتى لو كانت باينه راح يلعب جدا. يا اخي مع الاسف ان العام طلع بدري. والله العام ما كان يعني احنا ما عنده حظ. اذا تذكر ابو عيسى احنا كنا ناقلين المباراه لايف على قناه الدوري الدور ال 64 تحديدا. نعم. في هذا الدور، نفس هذا الدور مع لاعب مواطن من الفلبين من جنسيته مارلون كانيدا اذا تذكر. نعم مارلون. يعني مارلون كانيدا كان لاول مره يشارك في المباراه الاحترافيه، بس حقيقه ما كان يلام اللاعب افرن. مارلون كانيدا لم يترك اي شيء صح او اي فرصه. نعم لهذا اي فرصه. نعم. لهذا اللاعب في انه يعني يحصل له مكان في دور الاثنين والثلاثين. الآن نشوف اللاعب إفرن رايس الكرة رقم ثلاثة أخطأ كان زاوية جدا تعبان، فاضطر انه يلعب لعبة السيفتي ويسوي سنوكر
على اللاعب فوري بحيث انه ما يقدر يوديه، لازم يلعب لعبه من البند. شوف هذه لعبه، يعني انا قلت لك كابتن وليد ان الدفاع صار يعني شيء اخر 4-5 سنوات، يعني دفاع على اعلى مستوى، يعني وين تحصل من اللاعب فرصه يوريك طرف كوره. والان نشوف كيف يعني كيف اللاعب الفلبيني افريس اثمر في انه يحصل على فرصه على الاربعه. خذ الكره رقم 4 بس حط نفسك، يعني انه يؤدي بقى قاعد بالمجهود حقيقه، يعني ما فيني حيل حقيقه، شيء يحترم في هذا الرياض الفذ في سن 58 ولا زال يحاول انه ينافس هذا الشباب. شوف هذا فاول، اخذ من الخمسه او قص من الخمسه اكثر من اللي كان كرات، مباشره يضرب بند ويرجع مره ثانيه بشكل تلقائي، بس لانه دخل في الخمسه بزاويه يعني اكثر من اللازم. الشيء هذا طبعا اثر على حركه او على زاويه الابيض وصار السكراتش. أصلاً اذا كان المفروض يغلط الاتجاه الثاني مش الزاويه، لانه مهما كان الجيس بالاتجاه ما احنا شايفين واضح انه هي رايحه بالجيب البوكت اللي فوق، راح يضطر انه يلعب يعني ممتاز، يعني يلعب سايد اكس او ليفت انجلش، واجبر يلمس البند او تلمس الكوشن ترجع مره ثانيه في زاويه مريحه للسبعه. نعم الان نشاهد لاعب سنغافوري كره سبعه وعنده فرصه انه يخلص الشوط، واعتقد انه فرصه تسهلت. نعم اصابه الكره السابعه والكره يعني ما اعتقد انها صعبه عليه، والمباراه رجعت مثل ما بدا، كنا متوقعين ان هفل الرايس يتفوق بفارق 6 نقاط. السبب هجوم، ما عنده دفاع، يعني عنده فرصه مثلا نوضح للمشاهد انه يسوي سنوكر اللي هو يحبي الكوره، لا يروح يحاول عليها ويغامر ويخطئ ويعطي الفرصه للاعب الاخر، فهذا اللي احنا قاعدين نسوي دفاع ما دفاع. لا يعني لا شك ان يعني هذه من الدروس المستفاده اللي معنا في العربيه او حتى الشباب اللي يبغى، لان اللاعبين قاعد ياخذون ايام ربع فرصه يا ابو عيسى، ربع فرصه صحيح، وهذا اللي شفناه من شوي لما اخطا اللاعب حسن رايس في تغريده في اللعبه الكره البرتغاليه خمسه. شو اللعبه هذه؟ يعني هذا مثال قريب، يعني مسكر عليه مسافه قريبه جدا من البيضه، يعني بعدنا بس غالبا هذه اللعبات ابو عيسى تنتهي انه يكون في فرصه سهله للخصم. النمره الاربعه اللي بطرف الشاشه اليمين تحت الزرقاء والورديه، هذا يقول سكاتس رئيس انه هو يعني يحل هالكرتين او يبعدهم عن الحارحه ويحاول يفتح الكلستر اللي بين الاثنين والاربعه، وبعدين على امل انه هو يحصل على لعبه سهله على الاثنين بعد ما يحركها. خلينا نشوف شلون راح يتجه في البيضه. نعم فعلا الاثنين خبره، هذا خبره، يعني لعبه مستقبليه الاثنين بين الخمسه. اولا الاربعه مضايقه في الجنيز، نعم في الاثنين زي ما احنا شايفين، يعني يضطر انه يرفع العصا فوق مستوى الكره رقم اربعه، وهذا الجنيز. نعم اوه هذا خطا، يعني حقيقه يا ريت المخرج يعيدها مره ثانيه. لاحظ لحظة ما لمس الأبيض الأثنين أبو عيسى صار في مثل يعني جنب صغير، يعني هذا يضاف للسكيب اللي صار معه. بولادوس تغير أبريل باتريس، والله الجماعة قاعد يتعازمون. صدقني هو الحين أنا أعتقد أن إذا الكرة باينة كاملة راح يسوي ولا هي سنوكر أصلا. والله خلينا نشوف إذا كانت السوداء أساسا الحظ أكيد يبتسم. خلينا نشوف شنو ممكن يصير. لا واضح إنه هي متاحة، بس هو يفكر في الستة، يخلي الجيش معقول ورا الستة أو لا. بيوديها بالزاوية الثانية، شوف الزاوية اللي كان يحاول يسويها. يعني يغطي على يعني هذه الأخطاء المتكررة من اللاعب. بسوك. باتي بولا تريس. الكبير الخبير. فهمت ريس. يعني حتى تحكم الكرة البيضاء إذا ما اصطدمت بكرة ثانية شو يخليك تستمتع صراحة. حقيقة هو من أميز اللاعبين، أنا سبق ذكرت لك يا وليد أنه هو من أميز اللاعبين فيما يخص التحكم بالكرة البيضاء أو بالكيو بول، أميز اللاعب الأميز على الإطلاق، يعني في تاريخ البليارد عباقرة اللعبة، يعني عنده قدرة على السيطرة على الكيو بول بشكل رهيب. إنما إحنا شفنا بالمباراة قاعدة تمشي بالطريقة يعني اللي نقول والله افرن موجود بكامل يعني بكامل امكانياته، ارتكب بعض الاخطاء في ارتكب اخطاء في السبيد كنترول وارتكب اخطاء، يعني انما يعني لازم نذكر انه صار معه حالتين سكيد، يعرفون لاعبين البلياط سكيد هو عباره عن
يعني انزلاق الكره في اتجاه مرجع نتيجه في بعض الشوك مع السوق اما على الاوبجكت او على الكيبول. يعني كان المفروض انه هو ينتبه ويطالع اذا كان يعني يدقق الري اذا كان يتكرر يطلب من الحكم انه تنظيف الكور. نعم وهذا حق من حقوق اللاعب انه ينظف الكور ما هو كما هو معتاد. بس بلعبة البلياردو نادر ما نشوف يقول حق الحكم نظف الكور لأن قد يشعر اللاعب أن شيء هذا يعني يفقد الاندماج أو التسلسل أو يطلع كامل مشاعره وحواسه موجود في هذا التسلسل من الواحد إلى الاثنين إلى الثلاث. يخاف أنه هو يوقف أو يدخل الحكم في هذا التسلسل ويحصل يعني يحصل مثلا انقطاع سرق فورتينا بوتاينا قبل الشوط الرابع عشر من كسر مع اللاعب السنغافوري بالفعل اسقط الكره 8 والكره رقم اوبن عمل بولا اونو اسقاط الكرات في هذا الكلاسيكو كرات موجوده في بدايه الصف الان اصبح 6 كرات فقط ومسهل على الاثنين. يمكن الشيء الوحيد اللي موجود قدامه انه يلعب الكومبينيشن اوبن بولا دوس بارا كايكليا الحمراء بالكره البرتقاليه اذا نجح في هذا الكومبو فالمفروض الله يبي يلعب بوزيشن على الثلاثه. لا وكان يعمل جيس أقوى أعتقد أن الكومبينيشن أما الآن يعني ممكن تخسرها. ممكن تخسرها واحدة إنما إذا تبي تلعب الكومبينيشن لازم الكرة اللي أنت لعبتها تلمس الكرة الهدف في نقطة واحدة من مليون نقطة يعني صح؟ والآن هو قاعد يحاول هالكومبينيشن. نعم أوه مشاهد ما قمت تنمي صغير مش كومبينيشن يا كابتن والله كان يعني أنا ما أدري إيش كان يسوي راح يكون الخمسة. إيش رأيك بعيسى يسويها الساحر تروح الثلاثة يا روح الثلاثة يا زاحل. لا زاويتي أنا مش مضبوطة يمكن ما كانت واضحة ما مو واضحة من الكاميرا. ابن باتو يس حتجد خلاص يعني زاوية صعبة بالنسبة للسبعة ويسا راح يضطر من الشاشة مباشرة ويحاول يرجع للسبعة يرجع لبيض نص الطاولة أو ثلاثة بند أو إنه يروح ثلاثة بند أعتقد إنه بيوصل للبند اللي بالضبط. أوه شلون طفت يعني والله سوما بلايكو سوما بقول لك أخطاء غريبة وتشجع اللاعب العربي في أن يتجرأ كبيرة بالنسبة لك كلاعب يعني كانت لما تتكلم عن مصنف الأول سوما بلايدين هذا خطأ آخر يعني لك سبيبو هذه فرصة سيسخ بولا أسخى يوبول أفراني يوديها بالنص ويطلع زين شو تقول أبو عيسى تروح ولا تضيع الحين أنا ما نبي نتكلم أنا الآن أقول لك أفراني إذا ضيعها أقول له خسر الشوط. لا ما راح يضيعها أفراني ما راح يضيعها خلاص ضيع هذيك السهلة واو هي مرة قالوا لنا من نون سينكتنا سينكت بسوك إبرين باتا ريس لعب هادي إبرين باتا ريس والله في بعض اللحظات كان يعني أظهر انفعالات بالجسم يعني إفرين مو من عاتنا توليان من سنغافور شايف 8-6 تقوم سكور ما قبل يرستا مو مرتاح بشكل كامل من راح 15 تايو إبرين باتا بومن بري السبعة في الزاوية اللي تحت وبالتالي أصبح الكرة تاسعة من الجيب العلمي 8-6 والإفرن كانت الكسرة عنده والآن هو تقريبا ثلث الكرة أسقطها في الكسرة والآن الكرة رقم 3 سينمان تلانا تعتبر الثلث والآن عنده الكرة رقم 4 وبعدها الكرة الخضراء وبعدها الكرة البنية وبعدها السوداء والأخير الناعي اللي هي التسابق. أعتقد الشوط هذا سهل بالنسبة حق يعني إفرن إذا ما استغله إذا وصل لبوزيشن مثالي السبعة اللي باينة هي تحت إيد اللاعب الطرف الثاني من الطاولة أعتقد أن الأمور روتينية. إنما حقيقة من كثر ما شفنا من الأخطاء يا أبو عيسى الحين صرنا يعني تقريبا حتى في اللعبات الروتينية شفنا أخطاء بعد الكورة يعني مثل ما نشوف الآن طبعا الكورة البيضاء اللاعب مو مرتاح ونازل على الطاولة لأن في بعض اللعيبة يستخدم الريست اللي هو الحصة الثانية في بعض اللعيبة يتشائم من هذه الحصة المساعدة أو الريست. والله أنا شفت كثير من اللاعبين ما يحب يلعب عليها ما يحب يلعب بالريست هو طبعا وضعيها يعني الأصل أن أنت تلعب بالوضع الطبيعي والاعتياد استخدام يدينك الثنتين جسم وكتب جسم يعني شعورك بالسيطرة قابل تطلق على مهان 9-6 تقوم سكور مغبيريستا لو فرعنا وعود بالله لو خسر كابتن بدر يكفي فخرا متقدمة وهو يعتبر من لعيب العرب اللي وصلوا يعني وصلوا ناس نهاية الرياضة لابد أن فيها فائز وخسران كابتن وليد تتعب إنما الحمد لله أن احنا تركنا أثر طيب موقع الاتحاد الدولي أقدر أعطيكم إياه الحين على الهواء هو www.wba-pool.com wba-pool.com هذا موقع الاتحاد القديم مع الاتحاد الدولي للتغطية الإعلامية وكتب كلام الحمد لله طيب عن المشاركة الكويتية
ان هي تكون متواجده في الخط العالمي. كل التوفيق للكابتن بدر العوضي. نرجع الى المباراه مع لاعب افل رايس. كانت الكره جدا صعبه رقم 2 عليه، لكن لعبها بطريقه وعند الشاشه. نعم الكره رقم 5 فاللاعب كومبينيشن. احنا هذه قلنا اللعبه متاحه بالقانون. نعم اذا قدر طبعا هو راح يلعب الاثنين اللي هي عليها الدور حسب ما ذكرنا، ويقدر القانون يسمح له انه هو يلعب لعبه الكومبينيشن مثل ما شفنا. لكن ورطنا اللعبه، لا تنسى موضوع السكور ابو عيسى. ثم الكسره كانت كسره السنغافوره، فكان هو يتمنى انه يحصل على الكسره ويحاول انه هو يلحق افرن ويخلص الفارق معه. انما الحين المواضيع تعقدت فعلا بالنسبه للاعب السنغافوري. شايف الان الشوط سهل للاعب افرن، السكور 9-6 ابو عيسى، راح يروح 10-6 اذا خلص الشوط. الكسره عند افرن وتنتهي المباراه. تنتهي المباراه لان احنا قلنا انه هو سباق ل 11 شوط. سينما يعني انت الان مع اللاعب، مع العلم ان افرن ما كان قاعد يلعب بمستوى الطبيعي. افرن عنده اخطاء، لو كان يلعب مع اي لاعب ثاني يعني حاضر نفسيا وذهنيا في المباراه كنا بنشوف احتمال كبير نشوف افرن يعني ممكن خارج البطوله. خارج البطوله نعم، لان بس كان دائما السنغافوري يرد العزيمه بعزيمه. الظاهر ما يبي يفوز على افرن. والله حقيقه فرصه مثل هذه لا تعوض. والله فرصه حق افرن يعني خلاص اعتقد انه يخلص. نشوف اللاعب افرن ينزل على الكره البنيه واللي هي رقم 7 تسلسل، وبالتالي لازم يلعب الكره رقم 8 بعدها. الكره سهله واعتقد ستوب شوت يا كابتن، ويلعب الكره رقم 8 وانتهى. ما استخدم ستوب. ايش بعض اللاعبين يخافون من ستوب شوت؟ لان عنده فرصه انه زاويه اسهل، يعني الافضل انه هو يروح يعني مثل ما احنا شايفين زاويه مثاليه للكره رقم 9 وسهل. راك 17 دور 64 ياخذ 2000، دور 32 3500 يضمن له، دور 16 ياخذ 5000، النهائي المركز الاول 40000 والمركز الثاني 20000. فما في شك ان هي صراحه جوائز كبيره. بخلي التحكيم وتحليل وبحول لعيب. والله يا ابو عيسى انا موجود معاك الحين بالاستديو، وان شاء الله ادعي لي باكر راح تكون عندي مباراه. كل التوفيق وشوف ابتسامة خير من المعفن والكسره العجيبه. طبعا تشوف هنا 4-6 7 اسقط كورتين. يعني بالماضي صراحه لعبه كبيره من اللاعب افرن، شلون التحكم بالكره البيضاء بالسبيد. اسقط الكره رقم 1 الكره رقم 6 يعني لازم يلعب الكره رقم 1. تحكم بالابيض افرن باتل ريس تينكس بابونيا سابولا 9. شوف حتى تحريك الكره رقم 9 اللي هي تحت عند الثمانية. اعتقد انه راح يروح بندين من دار مدار السبعة. كما من تسعة دلوة تطلو ريستو. ممتاز صراحة ممتاز. فنية على اعلى مستوى وتحكم سرعة الابيض باتجاه الابيض. انتقل يعني انه فاجئنا اللاعب اليوم افرن صراحة يعني مش مستوى. حقيقة مو صدق انه يعني عنده فرصة الفوز الان. نعم لكن مش مستوى. صحيح ما يعني لا يمكن نقول انه هو ادى يعني المستوى الفني اللي احنا معتادين ان احنا نشوفه من هذا اللاعب الكبير. اذا اللاعب افرن رايس ولا اوبن مع بولا من قبل الستة رقم 7 تطلب بولا الان السوداء رقم 8 ابرين باتر ريس. اللعبة قوة علشان ينزل حتى الزاوية جدا ممتازة زاوية الثمانية. والله يمكن يا فوري الحين حجز تذكرته وهو قاعد على الكرسي هذا اذا ما يعني ضف اغراضه الان. شوف 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 اللعبه كابتن. لا انا شايف انها قبل الاستا هنا اقول لك ابن باتاريس امبيراتور من سنغافور. شوف الزاويه سكورنا 6 ابن باتاريس منالبو فاينل سكور 11-6. Maraming salamat mga kabiyusta, sinimong panunod. Maraming salamat sa ating channel, Sir Dan TV. Maraming salamat po at God bless po.